معرفة ما حصل. أحيانا الإنسان الذي يبحث في التاريخ قد يسمح لنفسه ويقول لو، مع أن التاريخ هو ما وقع، لكن يتمنى الإنسان أن أمورا أخذت مجراها الطبيعي. ففي كثير من الأحيان أنا أتساءل مع نفسي أنه لو استلم الإمام علي كرم الله وجهه كما خطط في غدير خم وخلال المسيرة الإسلامية الطويلة كلها، وكما خطط قبيل الوفاة انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، هل كان يا ترى ذلك سينقذ المسلمين من الجمل، وقبل الجمل الفتنة الكبرى، وبعد الجمل صفين وظهور الحزبيات والخوارج والنهروان؟ يا ترى لو استلم، وكان ينبغي أن يستلم، أما كان من الممكن أن يعم الإسلام العالم أجمع وتأخذ مسيرة التاريخ الإنساني شكلا آخر؟ لله حكمته، وما حدث قد حدث، وصرنا أمام سياسة الأمر الواقع، أو واحد يبايع إنسانا آخر ويصبح ذلك تشريع، والتشريع ينبغي أن يكون بناء